سؤال تبع هل نحن بالماتريكس ونحن مش بالماتريكس هو سؤال بيرجع دائما. و إذا بده يكون كثير صريح ما عندنا جواب نهائي على هالشيء. في عندنا بس كثير أدلة إنه في واقع، منا عايشين بحلم أم بعالم مخلوق من شي محل لعدة أسباب. أول سبب هو إنه وقت نشتغل بالعلم ما منجرب نلاقي أدلة مثل ما الناس بتفكر منجرب نلاقي أدلة، منجرب نلاقي شيء بنسميه فيسو دو بروف، يعني قصص عم تروح كلها نفس المحل تنجرب نقول أوكي هيدا شو فيه. الشيء الأكيد هو إنه كلنا ما عندنا أكسس على الواقع، يعني أنا هلا عم تطلع فيك وأنت عم تطلع فيي، في فلتر عم يقطع بيناتنا اللي هو دماغنا. دماغنا عم يوصل له معلومات من الخارج، مثلا الضوء عم يطلع من شاشه عم يدق بالريتينا تبعكم، عم يروح بالاوبتيك نيرف، عم يروح على الاوكسيبيتال لوب، والاوكسيبيتال لوب رح يرجع يبني الصوره كوش كوش لحديت ما تبين بالبريفرونتال لوب تبعكم. لفتره طويله كثير فكرنا انه هيك بيمشي الدماغ، وكنا عم نقول اوكي لكن ممكن اذا حدا في ياخذ دماغه ويحطه مثلا بكمبيوتر ويشك عليه كل الانبوتس رح نفكر حالنا بالخيال. بس مؤخرا اكتشفنا انه الدماغ مش هيدا الشيء الوحيد اللي عم يعمله، انه بيرسبشن منا شيء بس باسيف، مش شيء بنسميه بوتوم اب. بيرسبشن كمان توب داون، هو انه دماغي كل الوقت كمان عم يتنبأ شو رح يصير بالعالم، اتس بريدكتينج ذا وورلد، تنقدر نتعامل معه. فور افيشنسي لازم انا اقدر اتنبأ تقدر اتعامل مع العالم. مثلا اذا بدي اقطع الطريق لازم اقدر اتنبأ وين امتى رح تكون السياره، وين انا رح اكون تما نكون اثنيناتنا بنفس المحل. اند ذس بريدكتيف بروسيسنج يلي بخليني اتنبأ العالم اتس كومن لكثير بشر. إذا نحن كلنا بسيميليشن لازم نكون كلنا متفقين على نفس السيميليشن، وفي برينسيبل اسمه برينسيبل اوف بارسيموني، تنقدر تكون هيدا الهايبوثيسيس مزبوطه البروبابيليتي تبعها كثير كثير اضقل من انه يكون عن جد في عالم. هلا شو مميزات هيدا العالم بصير سؤال جديد، سؤال ثاني كليا، كيف فينا نعرف شو مميزات العالم اللي نحن بنسميه الواقع؟ بس بروبابيليستيكلي في كثير كثير اكثر شانس يكون في واقع من انه نكون كلنا بسيميليشن. معقول بس كتير ضئيلة. واخر نقطة هي انه نحن وقت نعمل ساينس لازم اقدر انا اعمل اكسبلوريشن لقصص عندي شوية بروف عنهم، وهايبوثيسيس سيميليشن شيء بنسميها ستيرايل هايبوثيسيس، يعني ما في شيء ما عندها فايدة بتفيد فيني روح اعملها تيستينج عم استفيد منها، لان بالنهاية كل شيء رح يرجع يقطع بدماغي، بقى بنعتبرها ستيريل وما كتير بنكسر راسنا بالموضوع. في امل كتير ضئيل، سوري عايشين بالواقع انتم.